اخذنا شو هو الانفيرتد اندكس المحاضره السابقه، لكن اخر كيف نعمل كويت يوزينج الانفيرتد اندكس. منيح كيف نعمل كويت؟ لما اقول اعطيني كل الدوكيومنتس اللي وردت فيها بطرس وقيصر شو اسوي؟ هلا عندي انا عندي هاي الدكشنري وهاي البوستنجز، فبقول على فكره هذول مرتبين ترتيب حسب نمبر الدوكيومنت اي دي، فبقول واحد هلا انا بدي ان شو بسوي؟ شو بسوي؟ عندي هاي الليست بتطلع مرتب اثنين في اثنين هون لا بفلت هاي الواحد مزبوط؟ بفلت تيجي بعدها اثنين وردة رجع أربعة في أربعة لا ثلاث في ثلاث لا ثمانية فبطلع عليه هيك وبرجع النتائج ولا أصلع من هيك. بس ما شفت هاي هاي ف ووك ثرو ذا تو بوستنجز تمشوا على تو بوستنجز مع بعض ووك ثرو ذا تو بوستنجز سيمتينيسلي اثنين او بتطلع اذا بدي واحد مش مهم اني ابدا واحد بدكم تبدوا من هنا من هنا نفترض نبدا من هنا واحد في هون واحد فلت ترجع حاجه اثنين في اثنين واثنين رجع ثلاث فيش خمسة فيش بمشي مرة هون مرة هون أربعة فيش ثمانية في رجع 16 13 32 21 64 هيك فلت. يعني نمشي بلاين مقارنة مع الثاني ولا نمشي سيمتين يس واحد الفكرة في موضوع انهم مرتبين لو مش مرتبين كان مشكلة فما هم مرتبين اسهل يبرجع على فكرة قديش هذا ليني الكومبلكسيتي تبعت الالجوريثم ليني كيف if the list length are x and y then x و y the merge takes يعني اذا طول هاي اكس وطول هاي واي عارفين قد ايه بكلف وقت؟ يعني الورست كيس طول اثنين ماكس بس صح؟ وبما انهم ستور هاي هي اهم نقطه على فكره مظبوط؟ بما انهم اوردر سورتد يعني في اي سؤال؟ طيب هذا عندكم الالجوريثم طبعا تخيلوا انتم عارفين انكم تسووا مشروع عليها تخيلوا بالظبط عندكم ماشي معنا في البروسيس هاي الالجوريثم بس مكتوب كالجوريثم بس هو نفس الاشاره ليه؟ طيب هلا بدنا ناخذ كيف لو بدنا نساوي كويري هناك بس بكى يعني كلمه كلمه لو عندي انا كلمتين شو بساوي؟ ناخذها في المحاضره بكره